بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الدكتورة أميرة جادو، وإن شاء الله أنا هكون معاكم المحاضر في مقرر منهج البحث العلمي. الحقيقة إن منهج البحث العلمي من المقررات المهمة جدا اللي بيتم تدريسها للطلبة على كافة المستويات، بدءا من مرحلة الجامعية وحتى ما بعد الجامعي، مرحلة الماجستير والدكتوراه. طبعا بترجع أهمية دراسة هذا المقرر إلى أنها بتعطي للباحث أو بتنمي مهارات الباحث العلمية، وبتديله السكيلز المناسبة لبناء بحث علمي رصين، تديله الجايدز الأساسية اللي بناء عليها بيتتبعها الباحث حتى يخرج بنتاج علمي محترم ورصين. طبعا في هذا الكورس او هذا المقرر انا يعني قدام حضراتكم مجموعه من المراجع العلميه اللي هيتم الاستعانه بها في تدريس هذا المقرر. في مرجع اساسي هعتمد عليه في تدريسه على كتاب دكتور فايز جمعه. انا برجح هذا الكتاب لان هذا الكتاب كتاب جيد جدا، بيجمع ما بين النظريه والتطبيق، وانا أفضل ذلك. ما بحبش موضوع السرد بشكل توتالي يعني أو بشكل إجمالي، لكن بفضل أيضا إزاي إن احنا نجمع ما بين النظرية والتطبيق. وهناك أيضا بعض المراجع الإضافية اللي هتفيد حضراتكم خصوصا في موضوع التحليل الإحصائي واختبار النظريات والفروض وموضوعات الاستبيان وتجميع البيانات وعرض البيانات. طبعا الاعتماد التقييم في هذا الكورس هيكون على عدة وسائل. الأولى اللي هو انتظام حضراتكم في الحضور، الثانية مشاركة حضراتكم في الأسئلة والنقاشات في أثناء المحاضرة اللايف، والآخر تقييم هيكون بيعتمد على تقديم حضراتكم لبروبوزال مصغر أو نموذج بحثي مصغر، قد يكون يقدم بشكل فردي أو في شكل مجموعات تقسم حضراتكم لمجموعات. ده طبعا بيعتمد على عدد حضراتكم، وكل مجموعة هتكون مسؤولة عن تقديم موضوع بحثي معين وتقوم بتطبيق كل ما يتم تدريسه في هذا الكورس، بدءا من تحديد المشكلة وحتى النتائج وعملية التوثيق. طبعا كل ده علشان يعني بنعمل زي موضوع محاكاة علشان نتأكد ان حضراتكم استفدتم من الكورس وقدرتم ان انتم تطبقوا الموضوع بشكل علمي صحيح، وقدرتم ان حضراتكم تتبعوا الخطوات. واذا كانت هناك بعض المشاكل طبعا هيتم توجيه حضراتكم بشكل او اخر حتى تتجنبوا هذه الاخطاء في عند القيام برسالة الدكتوراه ان شاء الله. طبعا في الكورس انا يعني مش هيكون نظري بشكل 100%، لكن طبعا هدي لحضراتكم المفاهيم والاساسيات الخاصه بمناهج البحث العلمي، وهيكون بجنبه جزء تطبيقي بشكل كبير جدا. انا هعتمد في هذا التطبيق على البرنامج الاحصائي الاس بي اس اس. طبعا ان شاء الله هعلم حضراتكم ازاي تقدروا حضراتكم تستخدموا هذا البرنامج في اختبار الفروض وفي التحليل الإحصائي للبيانات وفي عرض البيانات، وإزاي نقدر إن احنا نفسر نتائج أو مخرجات هذا البرنامج الإحصائي. هنبتدي الأول بعرض قائمة المحتويات أو الموضوعات المهمة إن شاء الله اللي هيتم تدريسها في هذا المقرر. في الفصل الأول هنتناول مدخل إلى البحث العلمي، هنتكلم عن البحث العلمي من حيث مفهومه وإيه أهدافه، هنتكلم عن صفات الباحث العلمي، إيه أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث العلمي، إيه أهم العقبات التي قد تواجه الباحث عند تطبيق البحوث العلمية وخاصة في مجال علم الإدارة، إيه هي خطوات ومراحل البحث العلمي ابتداء من تحديد مشكلة البحث وأهمية البحث وأهداف البحث. هنتكلم أيضا عن الإطار النظري للدراسة، بيشمل تحديدا الإطار النظري بيشمل إيه تحديدا. هنتكلم عن إزاي نقدر نصيغ الأسئلة وفروض الدراسة بشكل جيد، وهي ما هي مصادر تكوين هذه الفرضية وأشكال صياغة هذه الفرضية. وأخيرا سوف نتكلم عن خصائص الفرضية الجيدة
ازاي نقدر نحكم على ما اذا كانت هذه الفرضية تم صياغتها بشكل جيد ام بشكل سيء. هنتكلم ايضا عن تحديد منهج البحث، هنتكلم عن تحليل البيانات واختبار الفرضيات وعرض البيانات، والجزء ده طبعا هيتم تناوله بشكل تطبيقي من خلال استخدام البرنامج الإحصائي الـ SPSS. وبعد ذلك هنتكلم عن الجزء الخاص بمخرجات البحث، النتائج والتوصيات، وإزاي طبعا طبقا للأمانة العلمية لابد ان احنا نوثق المراجع بشكل علمي صحيح. هنشوف ايه هي المدارس في توثيق هذه المراجع، ثم ننتقل الى المرحلة الاخيرة وهي الكتابة العلمية لهذا البحث او هذا النتاج العلمي، سواء كانت ورقة علمية ام رسالة مقدمة ماجستير او دكتوراه. واخيرا هنستعرض الهيكلية الاساسية لكتابة البحث العلمي، سواء كان هذا الكتابة هذا البحث العلمي مقدم لمجلة علمية أم مقدم للحصول على درجة علمية كماجستير ودكتوراه. هنشوف هل يا ترى هناك فرق ما بين الهيكلية الأساسية ما بين نتاج علمي مقدم لمجلة علمية ونتاج علمي مقدم للحصول على درجة علمية، درجة الماجستير أو الدكتوراه. في الفصل الثاني هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو صياغة تصميم البحث. هنتكلم عن أنواع البحوث، هل بتنقسم إلى على حسب طبيعة هذا البحث إلى بحوث نظرية وبحوث تطبيقية. هنتكلم عن إيه هو الغرض أساسا من العملية البحثية، هل هو بحث استكشافي أم بحث وصفي أم هي بحوث ارتباطية أم بحوث سببية. طبعا هنعرف الفروقات ما بينهم إن شاء الله في مراحل متقدمة من شرح هذا المقرر. هنتكلم عن إزاي نقدر نخطط بشكل فعال، إزاي نقدر نخطط للبحث. هنتكلم عن الأفق الزمني، النطاق الزمني للبحث والجدولة الزمنية لكل مرحلة أو ستيبس من خطوات إعداد هذا البحث أو هذه الرسالة العلمية. هنتكلم في جزء أهم جدا وهي أخلاقيات البحث، وده من الموضوعات المهمة جدا وبيتم تدريسها في مرحلة تالية من منهج البحث العلمي، بيفرض لها مقرر خاص يسمى بأخلاقيات البحث. هنتكلم ايضا عن استراتيجيات البحث، ايه هي الاستراتيجيات اللي بتتبع في عمل هذا البحث، هل هو المسح، هل هي دراسة حالة، هل هو هذا البحث بحث تاريخي، هل هو بحث للأجناس والأعراق. في الفصل الثالث هنتناول موضوع مهم جدا، ايه هي الطرق والأدوات الخاصة بجمع البيانات. هنتكلم عن مصادر البيانات على حسب طبيعة هذه البيانات، هل هي بيانات ثانوية published يعني تم نشرها ومتواجدة بالفعل، ولا هي بيانات أولية هيقع على الباحث عبء إيجاد هذه البيانات عن طريق أحد أدوات جمع البيانات إن شاء الله اللي هيتم تناولها بنوع من التفصيل في هذا المقرر، تسمى بجمع بيانات جمع أدوات جمع البيانات الأولية زي الاستبيان، المقابلة، الملاحظة وطرق أخرى. هنتناول إيه هي مميزات وعيوب كل طريقة من هذه الطرق. هنتناول أيضا مصادر البيانات على حسب طبيعة البحث، هل يا ترى البيانات اللي بيتم جمعها هل هي بيانات مجتمع أم بيانات عينة، وطبعا هنعرف الفرق إمتى نستخدم بيانات مجتمع وإمتى نستخدم بيانات عينة، وإيه الفرق ما بين بحث المجتمع وما بين بحث العينة. في الفصل الرابع هيتخصص بشكل مركز لاختيار العينة. هنتكلم ايه الأسباب اللي بترجع لأهمية اختيار العينة. هنتكلم عن التفرقة ما بين المجتمع والعينة، وهنتكلم عن ايه الأسباب اللي بتدفعنا إلى استخدام العينة وبحث العينة وليس المجتمع بالكامل. في ظل كلامنا عن استخدام العينة هنتناول أساليب تحديد حجم هذه العينة، ما هي العوامل التي تؤثر في تحديد حجم العينة، وما هو حجم العينة المناسب. يا ترى هنشوف إيه هي الأساليب اللي بيتم على أساسها تحديد حجم العينة، وإيه هي المقاييس اللي تقول لنا إذا كانت هذه العينة مناسبة أم لا.
هنتكلم أيضا عن المعاينة وأنواعها، في أنواع يعني مختلفة، في معاينة مقيدة وفي معاينة غير مقيدة، دي بنسميها العشوائية البسيطة اللي بيتم فيها اختيار العينة بشكل عشوائي وبشكل بسيط. ولكن هناك نوع آخر من المعاينة اللي هي المعاينة المقيدة، إن شاء الله هنتناول كل نوع من هذه الأنواع بشيء من التفصيل وهنعرف التفرقة ما بينهم. في تحت العينة المقيدة بتشمل العينة الحصصية والعينة العنقودية والعينة العشوائية الطبقية والعينة المنتظمة. هنتكلم ما هي الأخطاء التي تصاحب العينات، هنتكلم عن أخطاء المعاينة، هنتكلم عن أخطاء لا ترتبط بعملية المعاينة، وزي مثل أخطاء عدم الاستجابة، أخطاء الاستجابة، أخطاء التغطية، أخطاء القياس. إن شاء الله هنعرف مفهوم كل واحدة منهم أو إيه المقصود إن شاء الله في المحاضرات بإذن الله التالية. في الفصل الخامس هنتكلم عن المتغيرات والمقاييس، إزاي نفرق ما بين المتغيرات طبقا لحسب النوع إلى متغيرات نوعية ومتغيرات كمية. هنعرف إيه الفرق ما بين المتغير النوعي والمتغير الكمي. هنتكلم عن المتغيرات حسب القياس، يعني ما اللي بتنقسم إلى متغيرات معترضة، هنفهم يعني إيه متغيرات معترضة، هنفهم يعني إيه متغيرات وسيطة، هنفهم يعني إيه متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة، وهنقدر نميز ونفرق منهم بشكل صحيح من خلال وجود كثير من الأمثلة اللي إن شاء الله اللي هتيسر على حضراتكم مثل هذا الأمر. هنتكلم عن المقاييس الإحصائية، إيه أنواع المقاييس؟ في مقاييس اسمية، مقاييس ترتيبية، مقاييس فئوية، ومقاييس نسبية. طبعا هنعرف الفروقات دي ما بينهم بشكل تفصيلي. ايضا هنتناول فصل هام جدا في هذا المقرر وهي المفاهيم الاحصائيه، يعني ايه احصاء وصفي، يعني ايه احصاء استدلالي. هنتكلم عن اهم المقاييس الاحصائيه اللي هي مقاييس النزعه المركزيه وليه اصلا بنستخدمها واللي بتنقسم. بنتناول تحت المقاييس النزعه المركزيه الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والرباعيات، وهنشوف يا ترى ايه العلاقه بين الوسط والوسيط والمنوال. المقاييس الاحصائيه دي بتعتبر مهمه جدا لأنها جزء أساسي لا يتجزأ في البحث من خلال عمل توصيف إحصائي خاص بالبيانات الخاصة بالبحث العلمي. هنتكلم أيضا عن مقاييس التشتت، هندرس تحتها يعني إيه المدى الانحراف المتوسط، إيه هو التباين، الانحراف المعياري، إيه هو معامل الاختلاف، وإمتى بنستخدم كل هذه المقاييس. طبعا هنوجد أيضا بالإضافة إلى المفاهيم النظرية لكل من مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، هنوجد أيضا كل هذه المقاييس باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية SPSS، هيكون بمنتهى السهولة جدا إن شاء الله تعالى. في الفصل السابع إن شاء الله هنتكلم عن تحليل البيانات واختبار الفرضيات، إزاي في هذا الفصل هنقدر نراجع البيانات نشوف هل يا ترى في missing data ولا لأ. في بعض ده إذا كانت البيانات published، هنشوف إذا كانت البيانات تم جمعها بطريقة الاستبيان أو بإحدى طرق جمع البيانات الأولية، هنشوف هل يا ترى في بعض البيانات لم يعني يجاوب عليها أحد أفراد العينة، إزاي هنقدر نتعامل مع هذه الأسئلة التي تركت دون إجابة، إزاي هنقدر ندخل البيانات دي من خلال برنامج الإحصائي الـ SPSS، خاصة إذا كانت هذه المقاييس اسمية، إزاي هنتعامل معاها، بنعمل لها حاجة اسمها عملية كودينج أو الترميز، إزاي نقدر هنصنف البيانات ونجدولها بشكل صحيح، وبعد ذلك هننتقل إلى اختبار الفرضيات، وده شق مهم جدا لأن هو ده الجزء الكور الخاص بمنهجية البحث اللي هيتبعها الباحث، وإزاي هنقدر نعمل اختبار فرق ما بين متوسطين باستخدام اختبار تي، واختبار الفرق ما بين متوسطات عدد يعني أكثر من 3 مجموعات فأكثر اللي هو اختبار الأنوفا. هندرس الارتباط وأنواعه، الارتباط الثنائي والارتباط المتعدد، هنشوف العلاقة في حالة استخدام المقاييس الإسمية. هنتكلم عن المعاملات اللي نقدر نستخدمها في حالة إذا ما يعني ما كان لدينا مقاييس فئوية، هي معامل ارتباط سبيرمان ومعامل التحديد.
ايضا هنتكلم او هنشوف ايه اهم المعاملات اللي هنستخدمها في حالة اذا كان لدينا مقاييس نسبية وهو معامل ارتباط بيرسون. هنتكلم ايضا عن الاختبارات المناسبة لمعاملات الارتباطات وخاصة في المقاييس النسبية مثل معامل فاي وكرامرز ومعامل التوافق ومعامل اختبار او اختبار مربع كاي او كاي سكوير. أما الفصل الثامن هنتكلم عن موضوع مهم أيضا وهو عرض البيانات. إزاي هنقدر نعرض بيانات البحث بشكل جيد؟ في عدة طرق، منها الطريقة الإنشائية وفي طريقة الجداول الإحصائية والأشكال والرسوم البيانية. طبعا في الأعمدة البيانية في منها عدة أنواع، في مستطيلات رأسية منفصلة، في مستطيلات أفقية منفصلة، في أعمدة بيانية ذي مستطيلات متعددة، في أعمدة بيانية ذي مستطيلات متعددة الأجزاء. طبعا هنعرف استخدامات كل واحدة منهم وإمتى نستخدم النوع ده وما نستخدمش النوع ده. هنتكلم أيضا عن نوع من أنواع الأشكال والرسوم البيانية في عرض البيانات، المدرج التكراري. هنتكلم عن الخط البياني سواء كان خط بياني في منه نوعين، في منه البسيط والمزدوج، وهنتكلم عن الرسم الهندسي الدائري، وهنتكلم عن الرسم البياني التصويري. كل ده هنعرضه بشيء من التفصيل، وكيفية عمل هذه الطرق باستخدام البرنامج الإحصائي الـ SPSS. أخيرا وهينتهي بنا إن شاء الله المطاف لآخر مرحلة في مراحل منهج البحث العلمي، وهو التوثيق في البحث العلمي. إزاي هنكتب قائمة المراجع ونكتب قائمة المصادر؟ ازاي هنوثق كل مرجع احنا كتبناه في البحث؟ في عدة أنظمة، في نظام التأشيرة، في نظام هارفارد، في نظام جمعية علماء النفس الأمريكية. ازاي هنقدر نوثق طرق التوثيق الأطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير؟ ازاي المجلات العلمية هيتم كتابتها؟ ازاي اذا كان في هذا الكتاب اذا كان له مؤلف واحد او مؤلفان او اكثر من مؤلف او بدون مؤلف، ازاي هيتم ذلك التوثيق؟ هنتكلم عن كيفية توثيق الوسائط السمعية البصرية، حاجات اللي هي سمعناها من خلال الراديو، من خلال التلفزيون، ازاي نقدر نوثق، او من خلال الانترنت السوشيال ميديا، ازاي نقدر نوثق هذه الاشياء داخل البحث. هنتكلم عن توثيق الوسائط الإلكترونية والصحف اليومية وتوثيق المقتبسات من الكتب المقدسة، وإزاي نقدر هنوثق المقابلات وطرق الاتصال الشخصي بالأفراد. هنبتدي نتناول وندخل شوية في محتويات الفصل الأول ونتناولها بنوع من التفصيل اللي هو بعنوان المدخل إلى البحث العلمي. في المدخل إلى البحث العلمي هنتناول البحث ومفهومه. ماذا يقصد بالبحث أو ما هو مفهوم البحث؟ البحث هو طريقة منظمة لاكتشاف حقائق جديدة أو نتثبت ونتحقق من حقائق قديمة. وهنشوف إيه يا ترى إيه العلاقات اللي ما بتربط ما بين هذه الحقائق أو القوانين التي تحكمها، وكل ذلك طبعا بيسهم في نمو المعرفة الإنسانية. بيبقى عندنا ظاهرة قد تكون غير معلومة أمامنا، عايزين نستكشف إيه الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة، أو قد نكون ملمين بأسباب هذه الظاهرة ولكن نبغي أن نتأكد إذا ما كانت هذه الأسباب ما زالت قائمة في انتشار هذه الظاهرة، أو هناك مستجدات أخرى أو أسباب أخرى ظهرت ترجع إلى انتشار هذه الظاهرة. ده المقصود به اللي هو هل نكتشف حقائق جديدة أو نتثبت ونتحقق من حقائق قديمة، هل ما زالت قائمة أم لا؟ طبعا كل ده طبعا بيؤدي إلى استراء المعرفة الإنسانية. طبعا البحث في حد ذاته هو وسيلة، هي أداة ووسيلة وليست غاية، هو ليس بحث من أجل البحث ولكنها هي أداة يحاول الباحث من خلالها إشباع حاجته من المعرفة وتوسعها. يعني بيتطرق إلى الباحث وجود مشكلة ما أو مشكلة معينة، ويبتدي الباحث يعني استشعر بوجود هذه المشكلة وعايز يعرف إيه هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة أو وجود هذه الظاهرة وانتشارها على نطاق واسع.
وطبعا عايز يعرف ايه هي العوامل التي ادت الى وقوع هذه الظاهرة او حدوثها، ويخرج من هذا البحث بنتيجة لحل او علاج لهذه المشكلة او لهذه الظاهرة. أما فيما يتعلق بطرق الوصول إلى المعرفة أو تطور مراحل البحث العلمي، طبعا البحث العلمي مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة المصادفة، بمعنى إن الباحث لم يكن قاصدا الوصول إلى المعرفة ولكنها جاءت مصادفة. طبعا أشهر مثال على ذلك قوانين الجاذبية لنيوتن، لما كان نيوتن كان جالس تحت شجرة وسقطت التفاحة، وفكر في الوقت ده ليه التفاحة سقطت إلى الأسفل وليه ما صعدتش إلى الأعلى، وكانت الصدفة لعبت دور مهم جدا في الوصول إلى قانون نيوتن للجاذبية. المرحلة الثانية هي مرحلة التجربة والخطأ، بمعنى إن الباحث بيقوم بعمل محاولات لإيجاد تفسيرات منطقية لبعض المواقف الغامضة، ويستمر الباحث بالتجربة والخطأ إلى أن يصل إلى حل يزيل به هذا الغموض ويستكشف الأسباب وراء هذه المواقف الغامضة أو لنتائج أو الحلول لهذه المشكلة. المرحلة الثالثة هي مرحلة السلطة والتقاليد. السلطة بمعنى استشهاد الباحث بأفعال وآراء قادة الماضي عند تفسيره للظواهر الغامضة التي تحيط به، بمعنى إن هو يأخذ برأي الشيخ قبيلة على اعتبار طبعا إن آراء هؤلاء الناس قد تكون صائبة وغير خاطئة، وبالتالي بيستشهد بيهم، مثلا يسألهم مثلا عن أسباب حدوث بعض ظواهر معينة حدثت في الماضي، يا ترى إيه الأسباب اللي أنتوا تعرفوها وراء حدوث هذه الظاهرة، وبياخذ برأي هذا الشخص الأكبر سنا باعتبار أنه قد يكون شهد هذه الواقعة أو يعرف بشكل صحيح هذه الأسباب ويحترم رأيه. قد يكون أيضا التقاليد أيضا من أحد وسائل تطور مراحل البحث العلمي، بمعنى إن العادات الموروثة لعبت دور مهم جدا في الحصول على الحقائق والمعارف المختلفة. لما بنيجي نبحث بعض أمور معينة قد تحدث في الوقت الحاضر ونتتبع في الماضي، نلاقي إن وجود هذه الظواهر ده كان راجع لمجموعة من الأعراف والتقاليد التي تم توارثها جيلا بعد جيل، وبالتالي تعد أيضا من مراحل السلطة والتقاليد، تعد أيضا من مراحل تطور البحث العلمي. المرحلة التي تلي ذلك وهي مرحلة التكهن والجدل والحوار، بمعنى أنها بتعتمد على المنطق والجدل في بلورة الحقائق، وده بيبان أكتر في من خلال عملية المناظرات، وخاصة في مجال الفلسفة والأديان. طبعا ده شيء متعارف في الوقت الحالي، وبنقدر نشوف ذلك على السوشيال ميديا، يعني بيكون شخصين من اتجاهين مختلفين في العقيدة الإسلامية وبيبتدوا يعملوا عملية مناظرة فيما بينهم، وكل واحد يبتدي يدعم كلامه بالأدلة والمنطق وبيستشهد ببعض أمور معينة، فبيبقى الحجة بالحج والرأي بالرأي وهكذا. وأخيرا المرحلة اللي وصلنا إليها حاليا وهي الطريقة المنظمة وهي الطريقة العلمية، دي آخر مرحلة من مراحل تطور البحث العلمي. طبعا بتقوم على أسلوب للتفكير بيكون منظم، بيقوم بشكل رئيسي على التجارب، بحيث إن الباحث بيضع فرضية ما، وبعد ما بيضع هذه الفرضية يقوم بجمع البيانات لكي يخلص إلى نتائج. هذه النتائج قد يعني تؤكد للباحث ما افترضه، أو قد يرفض الباحث ما افترضه، يعني يرفض أو يقبل هذه الفرضية التي وضعها الباحث، ثم يبدأ بعد ذلك تطبيق نتائج هذا البحث على مناحي أو أوجه الحياة بشكل عام. طبعا الطريقة العلمية المنظمة دي انتشرت في العصر الصناعي، وده بيسمى هذا الأسلوب بالأسلوب الاستقرائي. طيب ايه اهم الصفات اللي لابد انها تتوفر في طالب البحث سواء كان في مرحلة البكالوريوس او في مرحلة الماجستير والدكتوراه؟
في نوعين من الصفات. أولا الصفات الخلقية التي يجب أن يتحلى بها الباحث، وهي الصبر وعدم الاستسلام. طبعا أثناء إعداد الورقة العلمية أو البحث العلمي أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه، طبعا بيواجه الباحث الكثير من المصاعب، بتقابل الإنسان فعلا كثير من المصاعب، يا إما في الحصول على البيانات، يا إما في إن المنهجية كانت غير مناسبة، ويبتدي إن هو يعيد من الأول ويفكر في منهجية أخرى جديدة حتى يتوصل إلى نتائج مهمة في هذا البحث. فبالتالي يجب على الباحث ان هو ما ييأس، لازم يتمتع بالصبر ويكون عنده سعة صدر. طبعا من الصفات الخلقية ايضا التواضع وقبول النقد الموجه من الاخرين. الكبر هي آفة البحث العلمي، بمعنى ان الباحث لابد ان هو يكون متواضع، يتقبل نقد واراء الاخرين، لان ده كل ده في النهاية هيصب في جودة البحث. لما انا في خلال مثلا اجرائي لبحث معين وابتدي مثلا اعرض هذا الامر او هذا البحث على من هو اعلم مني او اكثر مني في الخبره، او حتى مجرد يعني زميله قد تكون متساويه معايا في الخبره، ومع ذلك ممكن اعرض عليها هذا الامر لانها كانت ممكن تفيدني ببعض الامور، ممكن تقولي لا انا قريت في هذه الجزئيه وعرفت ان الطريقه اللي انت هتتبعيها ليست هي الطريقه الاكثر صحه، ايه رايك لما تتبعي كذا وكذا، مخابه من استشار. ولازم ان احنا نتقبل نقد الاخرين، لان هو نقد هادف وليس نقد هادم، هو نقد من اجل تحسين جودة ومخرجات البحث العلمي. من الصفات ايضا التي يجب ان يتمتع بها الباحث الابداع والذكاء والسعي نحو ايجاد البدائل الجديدة. لازم يشتغل بشكل ذكي، في شوية سمارت، مش معنى ان هو لقى ان الطريق مقفول في ايجاد مثلا بيان معين او كده، فممكن ان هو يقدر يعدل من المتغيرات الخاصة بالبحث، يعدل من الطريقة المستخدمة في المنهجية علشان ما يتوقفش ويصل الى مرحلة لا يستطيع استكمال البحث بعد ذلك، يبقى ترتب عليها تضييع وقت ومجهود واموال مهدرة في هذا المشروع او هذا البحث العلمي. هناك ايضا صفات علمية يجب ان يتمتع بها الباحث. طبعا ما فيش اي باحث علمي يقف على في كتابة بحثه على بحثين ثلاثة، لا ده شيء طبعا مرفوض وغير مقبول. لابد ان الباحث يكون له قدرة او عنده قدرة على القراءة الواسعة، وانه يطلع على اكبر عدد من المراجع خاصة فيما يتعلق بموضوع البحث الخاص به، لان ده طبعا هيثري البحث بشكل كبير جدا. طبعا ان هو يكون دقيق في جمع الادلة والملاحظات، ولا يتسرع الى الوصول الى استنتاجات غير معتمدة على الدليل. طبعا هو بيجمع الأدلة والبيانات وملاحظاته، لازم يكون اكثر دقة، ما يكونش عشوائي، ويكون منظم ويراجع هذه الأدلة مرة واثنين وثلاثة، وكذلك لا يتسرع في الوصول الى استنتاجات، مش مجرد ما يشوف من اول نظرة او من اول استنتاج يكتبه، لا لازم يفكر في هل يا ترى هذا الاستنتاج منطقي وصحيح ولا لا، ولابد ان يكون هذا الاستنتاج معتمدا على الأدلة التي تم جمعها. أن يتمتع طبعا الباحث بالقدرة على التحليل والربط ما بين المتغيرات، يكون في كوهيرنت ما بين كل الفقرات، وكل فقرة بتسلم الفقرة اللي بعدها، ما يبقاش في نوع من التشتت ما بين الفقرات، أو ما يبقاش في ربط، يعني نقول إيه اللي جاب المتغير ده وإيه اللي جاب الفقرة دي للفقرة دي، لا لازم يبقى في نوع من أنواع الترابط والمنطقية في تفسير وعرض البيانات، ومن فقرة لفقرة ومن سطر لسطر ومن جملة لجملة وهكذا. أن يتمتع طبعا الباحث بالموضوعية وعدم التحيز. ما ينفعش أن الباحث يكون متحيز لفكرة معينة، لازم يلتزم الحيادية، والنتائج البحث هي اللي تقول كلمتها في النهاية حتى وإن كان هذا مخالفا لهوى الباحث، فلازم يكون موضوعي.
وكذلك لا يحذف ما لا يتوافق مع آرائه ومعتقداته من أقوال الآخرين. مش معنى مثلا أنا قمت بعمل استبيان معين وكنت باخد بعض الآراء في بعض موضوعات معينة، وبالتالي إن هؤلاء المستهدفين من البحث قالوا بعض الآراء التي تتوافق مع الآراء الشخصية الخاصة بي، وبالتالي لا يجب وليس من الصفات الأخلاقية للباحث إن هو يقوم بحذف هذه الآراء لأنها لا تتوافق مع معتقداته. الصفة الأخيرة هي الأمانة العلمية. طبعا دي من الصفات الهامة جدا والتي يجب أن يتمتع بها كل باحث، إن هو ينقل رأي الآخرين بكل صدق وأمانة طبعا، ولازم يوثق ويشير إلى هذا الرأي أو ما تم اقتباسه مثلا من مرجع معين، لابد إن هو يوثقه في متن البحث العلمي بأحد الطرق طبعا اللي إن شاء الله إن هنتناولها بنوع من التفصيل في آخر فصل من فصول هذا المقرر. هننتقل بعد ذلك إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي العقبات التي تواجه تطبيق البحوث العلمية في الإدارة. طبعا من المعروف أن علم الإدارة هو أحد العلوم الاجتماعية، ومن المعروف أيضا أن الظواهر الاجتماعية تتميز بالتعقيد. ليه؟ لأنها بتدرس السلوك الإنساني، وطبعا السلوك الإنساني ده بيتأثر بالعديد من العوامل النفسية. مفيش أي شخصين على وجه الكرة الأرضية متشابهين، حتى الإخوات اللي بيتربوا في نفس المناخ ونفس التربية ونفس القيم ونفس المثل بنلاقيهم إن شخصياتهم بتكون مختلفة تماما. وطالما إن هذه العلوم بتتعامل مع الأشخاص فالنتائج لا نتوقع أنها تكون متشابهة، وده السبب إلى اللي بيرجع إلى صعوبة البحوث في الظواهر الاجتماعية كعلم الإدارة وعلم الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع وهكذا. كذلك من أحد العقبات اللي بتواجه تطبيق البحوث العلمية في الإدارة إن إحنا ما بنقدرش نستعمل الطرق المخبرية في الدراسات الإنسانية، زي إن إحنا ندخل الإنسان معمل زي الفيزياء والكيمياء والتجارب الخاصة بيهم، ده بيتم اختبارها عن طريق المعمل وبتكون النتائج تكون موحدة في طالما خضعت لنفس الظروف ونفس درجة الحرارة، فبيكون خارج التجربة الكيميائية كما هو في مصر كما هو خارج التجربة في أمريكا أو أي دولة في العالم طالما أنها في نفس الظروف. لكن على عكس الإنسان، يعني ممكن يبقوا اتنين وبنمارس عليهم تجربة معينة وبيكون رد فعل كل واحد فيهم بيكون مختلف تماما. وطبعا بيبقى يصعب ان احنا نضع ظروف ضبط ورقابة للأشخاص داخل المختبرات، يعني مش هنقدر نقول ان احنا هنعرضهم لنفس درجة الحرارة او لنفس مستوى الضغط، لا، كل واحد بيكون ليه تصرف مختلف ورد فعل مختلف عن الآخر. طبعا ان الظواهر الاجتماعية والإنسانية مفيش بينهم اي نوع من انواع التجانس، الأشخاص نفسهم في سلوك معين حتى في الانفاق بنلاقي ان احنا لا يوجد تجانس، كلنا ما بنصرفش زي بعض، كلنا مش نفس مستوى التفكير، كلنا ردود افعالنا مش شبه بعض، ما فيش اي نوع من انواع التجانس. التجانس اللي هو المقصود بيه اللي هو التماثل، نبقى شبه بعض في حاجات كتير جدا، ده اللي بنسميه التجانس. الافراد بتكون مختلفة عن بعض في كل شيء. طيب ايه هي الخطوات ومراحل البحث العلمي التي يجب ان يتتبعها الباحث العلمي اثناء اعداد بحثه؟ اولا الشعور والاحساس بالمشكلة. طبعا انا مش هكون بصدد اعداد بحث معين الا لو استشعرت امر ما او وجود مشكلة ما، دفعني الاحساس بوجود هذه المشكلة الى دراسة هذه المشكلة. ثم بعد ذلك بنحدد مشكلة البحث، بنصيغها بشكل دقيق وبشكل دقيق وعلمي. ثم بعد ذلك نقول طب ايه السبب ان انا هقوم ببحث هذه المشكلة، احدد ايه الاهمية، ايه النفع، ايه الاهمية العلمية والعملية اللي هتعود على المجتمع من اعداد هذا البحث.
ثم بعد ذلك نحدد أهداف البحث، نصيغها إما في شكل أهداف فرعية أو في شكل هدف عام على حسب رؤية الباحث. كل دي كلها أمور بتكون تتبع رؤية الباحث نفسه وعلى حسب ذكائه وقدراته. بعد ذلك بيصيغ الإطار النظري للدراسة، ثم يقوم بتحديد وصياغة أسئلة وفروض هذه الدراسة، وبعد ذلك بيتحدد منهج البحث، وطبعا هنشوف على أي أساس يتحدد المنهج وبيتخذه إزاي. وبعد ذلك يقوم الباحث بتحليل البيانات واختيار الفرضيات، ويقوم بعرض النتائج والتوصيات، ثم في النهاية يقوم بتوثيق المراجع، وفي النهاية يقوم بكتابة هذا التقرير أو البحث العلمي. دي هي الخطوات المتسلسلة التي يجب أن يقوم بها الباحث أثناء إعداد البحث أو الرسالة العلمية الخاصة به. أول مرحلة من مراحل إعداد البحث وهو الشعور والإحساس بالمشكلة، بمعنى أن شعور الشخص بمشكلة ما هي اللي بتدفع الباحث إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة. على سبيل المثال، موظف في شركة ما استشعر ان هناك نقص في حجم المبيعات الخاص بهذه الشركة، طبعا هيدفعه الفضول او بصفته كباحث ان هو يسعى وراء الاسباب التي ادت الى نقص المبيعات لهذا المنتج في الشركة. كل ده طبعا في النهاية بيصب لصالح الشركة، ان هو لما يعرف ايه الاسباب التي ادت الى نقص المبيعات طبعا هيقدر يتوصل الى حلول لمعالجة هذه المشكلة، ومن ثم زيادة مبيعات الشركة مرة اخرى. ثاني خطوة من خطوات او مراحل اعداد البحث العلمي وهي تحديد مشكلة البحث. طبعا المشكلة بتبدأ طبعا بالشعور بيها، وبعد ذلك بتبقى في شكل فكرة عامة، لكن يجب على الباحث بعد ذلك أن يهذب ويحسن من مشكلة البحث، أن هو يصيغها في شكل جملة تكون بليغة وتكون دقيقة، بيحدد فيها بشكل جيد ما يرغب الباحث بالتحقق منه. طب ازاي نقدر نصيغ مشكلة البحث؟ قدامنا طريقتين لصياغة مشكلة البحث. الطريقة الاولى وهي صياغة مشكلة البحث على شكل سؤال واحد او على شكل مجموعة من الاسئلة، وفي طريقة اخرى اللي هو عرض مشكلة البحث لكن باستخدام عبارات لفظية تقديرية. طيب الحقيقة ان الطريقة الاولى هي افضل طريقة في صياغة مشكلة البحث، وهي طريقة اللي هي في شكل سؤال أو مجموعة من الأسئلة. لأن الأسئلة بيتم توضيح فيها متغيرات البحث، كذلك في صيغة السؤال ممكن نعرف العلاقة فيما بين المتغيرات وبعضها البعض، كذلك إن الأسئلة بتحدد الهدف الدراسة الرئيسي بتكون بشكل أيسر وأسهل، وكذلك بقى في النهاية لما بنصل إلى إجابات لهذه الأسئلة بيتحدد هدف الدراسة النهائي. بمجاوبتنا على هذه الأسئلة خلاص إحنا كده انتهينا من البحث وتوصلنا إلى النتيجة النهائية للدراسة وهو هدف البحث النهائي. طيب يا ترى ايه هي انواع اسئلة البحث العلمي اللي احنا ممكن نقدر نستشفها من كافة الابحاث المختلفة من خلال اطلاعنا؟ هنلاقي ان في نوع من الاسئلة اللي هو اسمه السؤال الوصفي، والسؤال التفسيري، والسؤال التقييمي، والسؤال الاستكشافي، والسؤال السببي، وسؤال المقارنة. هنستعرضهم بنوع من التفصيل. النوع الأول من الأسئلة البحثية وهو السؤال الاستكشافي. السؤال الاستكشافي إمتى بنستخدمه؟ لما بتكون قدامنا ظاهرة يعني ليس لدينا كثير عنها، يعني مش مفهومة بالنسبة لنا، ما عنديش معلومات كافية بخصوص هذه الظاهرة. على سبيل المثال، أنا لو ببحث مثلا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، هل هي جيدة أم هي سيئة؟ طبعا في السنوات السابقة ما كانش في انتشار لهذا النوع من وسائل التواصل الاجتماعي، ما كانتش موجودة، هي بدأت في الظهور طبعا مؤخرا وانتشرت بشكل واسع، وبالتالي ما كانش عندنا في السنوات السابقة أي أبحاث تتعلق بهذا النوع من القضايا، زي قضايا التواصل الاجتماعي، وبالتالي بما أننا لا نملك الكثير
كتير من المعلومات حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، فأنا أبتدي أستكشف وأبحث إيه هي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب. أما فيما يتعلق بالسؤال الوصفي، ده بنستخدم النوع ده من الأسئلة خاصة لما بنقيس بعض الأبعاد الكمية للظواهر، يعني ما مقدار حجمها، كم عددها، أين هي، ونقدر إن احنا بنستخدم أو بنعتمد على الأسئلة الوصفية دي في محاولة وصف ظاهرة معينة بالتفصيل. عايزين نعرف آراء الناس حول مثلا موضوع معين، وبالتالي إن احنا نقدر نعتمد على السؤال الوصفي في قياس النسبة المئوية. مثلا نقول في وجهة نظر، من وجهة نظر المستهدف في من البحث، نقدر نسأله ونقول له من وجهة نظرك يكفي كم من الراتب الشهري علشان تضمن لك حياة كريمة؟ طبعا كل واحد من وجهة نظره وعلى حسب احتياجاته طبعا هيجاوب بشكل كمي. من وجهة نظرك ايه تقريبا الارتفاع في معدلات التضخم، وهكذا، يعني هذا النوع من الأسئلة. ثالث نوع من الأسئلة اللي ممكن نجد عليها صياغة المشكلة البحثية، اللي هو السؤال التقييمي، بمعنى إن احنا عايزين نهتم بمعرفة قيمة ممارسة أو ظاهرة اجتماعية معينة. على سبيل المثال، مثلا لو إن الجامعات انتهجت طريقة في عملية التقييم بالنسبة للطلبة، واستبدلت بدل الطريقة النمطية اللي هي طريقة الأسئلة اللي هي العادية، ويبتدي الطالب يكتب في شكل جمل خبرية، لا ممكن تكون طريقة التقييم عن طريق الأسئلة كـ MCQ. بنبتدي نشوف هل يا ترى إن وجود هذا النوع من التقييم، يعني هل هو جيد؟ إيه أكتر الجوانب الناجحة فيه؟ بيختلف عن إيه؟ عن الأسلوب النمطي القديم، وهكذا. فده بيخضع لنوع بنسميه السؤال التقييمي. أما السؤال التفسيري، ده نوع من الأسئلة بيطرح في صورة سؤال علشان نعرف إيه الأسباب التي أدت إلى وجود هذه القضية أو هذه الظاهرة، وما هي النتائج التي تترتب على وجود هذه الظاهرة، وما يعقبها أيضا من آثار. وبالتالي بنجد أن صيغة الأسئلة لماذا حدث ذلك، كيف حدث ذلك، كلها بتصب في أو شكل من أشكال نوع السؤال التفسيري. النوع الآخر من الأسئلة وهو السؤال المقارن، طبعا بيعتمد الباحثين على استخدام هذا النوع من الأسئلة لما يلجأ الباحثين إلى إجراء دراسات مقارنة بتستهدف إلى إيضاح الفرق ما بين مجموعتين. على سبيل المثال، إذا كانت لدينا الدولة ألف والدولة ب، والاثنين بينتجوا نفس النوع من السلع، لكن بنلاحظ أن الدولة الأولى عندها القدرة التصديرية عالية لهذا المنتج، بينما هناك ضعف في القدرة التصديرية للدولة الثانية. بيبتدي الباحث يبتدي ان هو يجري مقارنة بين هاتين الدولتين، ليه الدولة دي نجحت والدولة دي فشلت في تصدير منتجها، وبالتالي يبتدي يحدد نقاط القوة والضعف فيما بينهم. النوع الآخر من الأسئلة وهو السؤال السببي، طبعا السؤال السببي ده بيحاول يعرف ايه هو السبب ومدى تأثيره على النتيجة. على سبيل المثال، لما باحث ما بيحاول ان هو يبحث ايه تأثير استخدام الفيسبوك على التواصل الأسري، يبتدي ان هو يبتدي يناقش هذه القضية ويشوف هل يا ترى هل لها تأثير إيجابي أم تأثير سلبي وجود أو استخدام بشكل كثيف الفيسبوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعي. طيب إيه هي المعايير اللي هيتم على أساسها اختيار مشكلة البحث؟ أول معيار إن الباحث يكون متأكد من إمكانياته العلمية والفكرية والمادية اللي تسمح له بحل مشكلة البحث، ومن ثم الوصول إلى النتائج المطلوبة، يعني ما تبقاش المشكلة البحثية أكبر من قدرات الباحث وخبرته وأكبر من إمكانياته المادية. ما ينفعش إن يكون المشروع كبير وهيتكلف أموال كتيرة ويبتدي يقحم الباحث نفسه فيها، هيلاقي نفسه إن هو في مرحلة ما هيتوقف عن الاستمرارية في هذا البحث لأنه ما عندوش الأموال الكافية ولا الموارد الكافية اللي تكفي لتغطية تكلفة البحث بشكل عام.
كذلك برضو لو كانت قدراته محدودة، مثلا ان البحث ده يتطلب استخدام منهجية رياضية او قياسية عالية متقدمة، وهو امكانياته في علم الرياضة او في علم الاحصاء بتكون محدودة او ضعيفة، وبالتالي امكانياته لا تسمح بالاستمرار في هذا البحث. فلابد من ان الباحث يتأكد ان امكانياته سواء كانت العلمية والمادية تسمح له بحل مشكلة البحث. طبعا ان الباحث لما بيختار المشكلة بيختار المشكلة التي يميل لها، ويعني يا حبذا لو ما كانش الموضوع يعني مفروض عليه. يعني عامة حتى في الجامعات لما بيجي طالب الماجستير او طالب الدكتوراه او عضو هيئة التدريس وهو اثناء اعداده لبحوث الترقية، هو بيختار الموضوع اللي بيميل له اللي هو بيحبه، ما فيش اي موضوع عامة بيفرض على اي طالب، لان ممكن انا افرض عليه موضوع ما قد يكون الموضوع لا يستهويه وقد يكون اعلى من قدراته العلمية والمادية. وبالتالي من احد معايير اختيار مشكلة البحث ان البحث بنفسه الباحث بنفسه يقوم باختيار المشكلة التي يميل لها، لان ده طبعا لما يختار الحاجة اللي بيحبها ده طبعا هيزود القدرات الابداعية، واثناء كمان وهيبقى عنده نوع من الصبر والجلد على ان هو يستمر في اعداد هذا البحث الى ان ينتهي منه. كذلك طبعا بيفترض اختيار مشكلة البحث من صميم الاختصاص الدراسي او العملي للباحث. ما ينفعش ان انا الباحث يختار موضوع هو بعيد كل البعد عن مجال تخصصه، ده طبعا هتجعله غير قادر على الاستمرارية في هذا البحث او معالجة المشكلة اللي هي محل البحث الخاص بالباحث. ولابد ايضا ان الباحث يلتزم اساسا بالحياد، تعتبر من اهم المعايير ان هو ما يكونش متحيز ويكون هو محايد عشان لا يقع تحت تأثير اهوائه وافكاره الشخصية او افكاره الخاصة. وطبعا ان الباحث لابد ان هو يتأكد قبل ما يبتدي في الدراسة أو مشكلة البحث يتأكد إنها ذات فائدة مادية أو معنوية للمجتمع، وده طبعا بيبرزه في أهمية البحث، بيقول إن بترجع أهمية البحث سواء كانت على هيفيد بإيه المستوى العلمي أو هيفيد بإيه على المستوى العملي. كل دي نقاط معايير لابد إن يضعها الباحث أمام عينيه أثناء اختيار مشكلة البحث الخاصة به. كذلك أيضا من المعايير اختيار مشاكل بحث علمي تكون جديدة وغير مكررة. مش معقولة إن أنا هبتدي أبحث في قضية ما سبق مناقشتها سابقا، سواء بنفس المنهجية أو بنفس الفترة التاريخية وبنفس الكافية بنفس كل شيء. يعني مش هقول إن هو نفس الموضوع ولكن أنا هجريها في حقبة تاريخية معينة، ما ده قد يكون اختلاف ويصح للباحث إن هو يعمل كده، لكن ما جيش أنا بحث اختار نفس المتغيرات واختار نفس المكان واختار نفس الفترة الزمنية ويعني واقوم باعادة الدراسة مرة اخرى، لا ده كده يعتبر اضاعة للجهد والوقت ولن يحقق اي فائدة للعلم او المجتمع. وبالتالي يعني من المستحسن طبعا او من الجيد ان الباحث يختار موضوع غير مكرر. طبعا ان الباحث لا يضيع وقته ايضا في مشاكل البحث العلمي الافرادية، مش عشان لقيت ان شخص ما بدرس ظاهرة معينة فبلاقي ان شخص ما عنده سلوك معين ابتدى يدفعني الفضول لمعرفة الاسباب وراء ذلك، لكن لاحظت ان هذا السلوك هو سلوك فردي وليست ظاهرة يعني لاحظتها على المجتمع ككل، فما ينفعش ان انا افرد وقتي ومجهودي ومواردي علشان ابحث عن ظاهرة فردية، لابد ان تكون الظاهرة دي تكون ظاهرة عامة عشان يقدر يستفيد منها المجتمع كاملا. طبعا ان يكون نطاقها محدود طبعا يساعد الباحث عن انه يدرسها بالصورة الصحيحة والسليمة وبشكل اسهل. يعني لو على سبيل المثال مثلا حبيت اعرف اسباب مثلا ظاهرة البطالة
فانا ما اقدرش اقول ان انا ابحث عن اسباب البطاله على مستوى العالم، لان اكيد بكل تاكيد ان كل بلد ولها ظروفها، وان كل شخص في كل بلد بيكون خارج، يعني المنتوج التعليمي بيختلف من دوله الى دوله اخرى، فبالتالي ان الاسباب اللي هتكون اسباب البطاله في امريكا هتكون خلاف الاسباب البطاله في مصر، هتكون اسباب خلاف اسباب البطاله في اي دوله من دول اوروبيه او الدول العربيه، كل دوله ولها ظروفها، وبالتالي لابد ان انا اضيق نطاق البحث بتاعي، ما بيكونش برود واسع يعني. وده طبعا ده من احد المعايير الهامه في اختيار مشكله البحث. طبعا الباحث لابد، طبعا ده جانب اخلاقي، ان هو بيلتزم بالقيم الدينيه والاجتماعيه وبعادات وتقاليد المجتمع الذي يجري فيه الدراسه. ما ينفعش ان يكون في مجتمع مثلا محافظ ان انا اجري فيه نوع من البحوث التي تتنافى مع عقيده هذا المجتمع، ده طبعا شيء مرفوض وغير مقبول اخلاقيا. كذلك ايضا من المعايير توفر المصادر والمراجع، مش معقولة ان انا هبحث في ظاهرة ما او مشكلة ما واجي ابحث ابص الاقي مفيش فيها مصادر او مراجع كافية، ده طبعا ممكن يتسبب في مرحلة من مراحل البحث ان يتوقف الباحث عن الاستمرارية في بحثه، لان هو مش لاقي المراجع والمصادر الكافية اللي تثري المعرفة في هذه القضية، وبالتالي لابد ان احنا الباحث يتحقق من وفرة المصادر سواء للبيانات والمراجع قبل أن يأخذ خطوات جادة في تنفيذ البحث الخاصة به. وعلشان كده طلبة الماجستير أو طلبة الدكتوراه أو إحنا كباحثين لما بنيجي تطرأ في ذهني مشكلة ما معينة أو ظاهرة معينة ما بجريش وأخذ خطوات جادة في البحث إلا لما أتأكد وأبتدي أقوم بعملية البحث الجاد من خلال الإنترنت، هل في مصادر كافية خاصه بالفكره اللي طرقت الى ذهني ولا لا، في مراجع كتير، في وفره في هذه المراجع، طيب هل يا ترى في داتا علشان اقدر احلل هذه الظاهره واستخدم الاساليب الاحصائيه المناسبه في تحليلها ولا لا. كل ده من الامور الهامه جدا ومعايير هامه جدا عند اختيار مشكله البحث. طبعا لابد ان تتوفر جميع الامكانات النفسيه والماديه والبيئيه اللي بيحتاجها كل باحث لحل مشاكل البحث العلمي، ويتاكد طبعا ان هو هيستطيع الوصول الى عينه دراسيه مناسبه وكافيه للقيام بالبحث. يعني ما اقدمش على مشروع كبير، مشروع بحث كبير بدون ما اتاكد ان انا ماديا عندي موارد ماديه كافيه لتغطيه تكاليف هذا البحث، او امكانيات نفسيه ان انا في وضع نفسي جيد ان انا ابتدي، لان طبعا الانفعال والعصبيه بتؤدي الى نتائج او مردود سلبي على البحث. وطبعا كذلك من المعايير ان هو يتاكد، طيب انا لو ببحث ظاهره ما وتاكدت ان في الامكانيات النفسيه تسمح وامكانياتي الماديه والبيئيه تسمح، لكن هل يا ترى وانا المستهدفين بتوعي هل هقدر اوصل اليهم بسهوله ولا هيكون في مشقه والاقيها عقبه بعد ذلك وانا بجري البحث؟ فلابد كلها من الامور لابد ان يتاكد الباحث من وجودها علشان تقدر ان هي تيسر عليه القيام او اتخاذ خطوة جادة في القيام وتنفيذ البحث العلمي الخاص به. انا هتوقف عند هذه المرحلة، بشكر حضراتكم جزيلا، ان شاء الله في المحاضرة القادمة هنستكمل خطوات او مراحل البحث العلمي. اشوفكم على خير ان شاء الله، شكرا جزيلا، مع السلامة.